بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأسألك الأمانة يوم يعض الظالم يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والدي شيئا. إن وعد الله حق. وأسألك الأمانة يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأسألك الأمان شيئا والأمر يومئذ لله. وأسألك الأمانة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأسألك الأمانة يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه.
وصاحبته وأخيه وفصيلته التي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. كلا إنها لظى نزاعة مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق مولاي يا أنت العظيم وأنا الحقير وهل يرحم الحقير إلا العظيم مولاي أنت القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي مولاي يا أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني مولاي يا مولاي
أنت المعطي وأنا السائل، وهل يرحم السائل إلا المعطي؟ مولاي يا أنت الحي وأنا الميت، وهل يرحم الميت إلا الحي؟ مولاي يا أنت الباقي وأنا الفاني، وهل يرحم الفاني إلا الباقي؟ مولاي يا أنت الدائم وأنا الزائل، وهل يرحم الزائل إلا الدائم؟ مولاي يا مولاي أنت الرازق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق؟ مولاي يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل، وهل يرحم البخيل إلا الجواد؟ مولاي يا مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى، وهل يرحم المبتلى إلا المعافي؟ مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير، وهل يرحم الصغير إلا الكبير؟ مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال، وهل يرحم الضال مولاي يا مولاي؟ أنت الرحمن وأنا المرحوم، وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن؟ مولاي يا
السلطان وأنا الممتحن، وهل يرحم الممتحن إلا السلطان؟ مولاي يا مولاي، أنت الدليل وأنا المتحير، وهل يرحم المتحير إلا الدليل؟ مولاي يا مولاي، أنت الغفور وهل يرحم المذنب إلا الغفور؟ مولاي يا مولاي، أنت الغالب وهل يرحم المغلوب إلا الغالب؟ مولاي يا مولاي، أنت الرب وأنا المربوب، وهل يرحم المربوب إلا الرب؟ مولاي يا مولاي، أنت المتكبر وأنا الخاشع، وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر؟ ارحمني برحمتك، وارض عني بجودك وكرمك وفضلك. يا ذا الجود والإحسان والطول والامتنان، برحمتك